دكتور، يعني خلينا نقول ان هنا تكميم المعده وطي المعده يعتبر حضرتك بتتكلم في حاجه قريبه من الثانيه. حضرتك بقى كدكتور بتفضل اي نوع من النوعين؟ لا، هو ما فيش عمليه افضل من عمليه. هي الغرض بتاعنا تقليل الوزن والتخلص من السمنه. تمام. فكل مريض بينفع له عمليه. يعني كل مريض وليه العمليه اللي تناسبه. احنا بس بنتكلم ان في بعض المرضى، شريحة النهاردة من المرضى ابتدى نشوفها كتير قوي، اللي هو البي ام اي بتاعهم او معدل كتلة الجسم اقل من المطلوب للتكميم. فده يعني ان انا استأصل له 80% من المعدة او 75%. تمام. كتير عليه. تمام. احنا معنا يا دكتور صورة ليه طي المعدة. بالظبط. اشرح لنا بالصوره. هي المعده الكبيره الاولانيه دي، احنا دي فكره الغرز اللي بناخدها لتقليل الحجم. يعني بنجينيت او بلايكيت او بندخل الكيرف الكبير بتاع المعده جوه داخل الانبوبه نفسها. فبقى الجزء ده من المعده موجود. تمام. ما تخلصناش منه، ما قصناهوش ورميناه. ده موجود بس غير مستخدم. تمام. مغلق مقفول. هي من فوائد العمليه دي جدا ان هي تقدر ينفع. انا بقيت النهارده بقابل المرضى مثلا بعد ما ينزل في الوزن وكده، يقول لك وانا ما اعرفش ارجع معدتي زي ما كانت. يعني ازاي يا دكتور؟ يعني هو بعد ما خس؟ طبعا. طب وده بيحصل في التكميم؟ لا يحدث. أوكي. التكميم خلصنا من الجزء ده من المعده، انما في عمليه طي المعده نقدر نفك الغرز دي فيرجع زي ما كان. طب يا دكتور، يعني ازاي بتتم او هنا خطوات عمليه تكميم طي المعده؟ هي نفس خطوات التكميم بالظبط، بس ما فيهاش. يعني هو اللي عمل العمليه دي اول واحد جراح ايراني، كان الهدف اللي عنده الاساسي انه يقلل تكلفه عمليه التكميم. تمام. لان ما فيهاش الدباسات الغاليه، ما فيهاش الغيارات الغاليه اللي بتستخدم في عمليه التكميم. فكان الهدف بتاعه انه يقلل التكلفه على المريض. وبعدين لقى ان العمليه جايبه نتائج كويسه جدا، ونفس نتائج التكميم بالظبط بطريق برضو المنظار الجراحي. تمام. عن طريق اربع او خمس فتحات في جدار البطن. بالظبط. ادي حجم المعده الطبيعيه احنا بغرز، فعايزين ندخل الجزء الاكبر اللي خارجي اللي احنا في التكميم بنشيله ده. لا، احنا بنفولد او نطبقه على بعض يخشش، او ندككه جوه المعده، جوه الانبوبه، فتحولت الى انبوبه شبه بتاعه التكميم بالظبط، بس من غير ما اقص منها شيء. تمام. اوكي. طب يا دكتور، بالنسبه للناس اللي عندها ارتجاع في المريء، هل هنا ممكن تقابلهم مشكله في العمليه دي ولا لا؟ لا، هي كل تفاصيلها شبه التكميم بالظبط. كل علاجها شبه التكميم، ما عدا حاجه مهمه جدا ان المريض ده ما بيحتاجش فيتامينات. انما مريض الارتجاع بيتحسن، مريض كل مشاكل السمنه بتتحسن، نفس نتائج التكميم. ولكن شيء مهم جدا ان المريض ده لا يحتاج لفيتامينات بعد العمليه. تمام.